بانوراما الثامنة مساء تأتيكم من النيل، أهلا بكم. ونبدأها بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد ببسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب ويعرب عن خالص تعازيه في استشهاد المقدم محمد الحوفي. مدبولي يشدد على أهمية الاستمرار في إجراءات مواجهة فيروس كورونا ويكلف المحافظين بالغلق الكامل للحدائق العامة والشواطئ وأماكن التجمعات. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 2 مليون إصابة والوفيات تتجاوز 128,000. إلى التفاصيل. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين رغم كل التحديات. وقال الرئيس في تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين رغم كل التحديات. وتقدم الرئيس بخالص التعازي لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي متمنيا الشفاء لمصاب الشرطة. كما زار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر إرهابية كانت تتخذ أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة. واطمأن وزير الداخلية على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهما، مشيدا ببطولة رجال الشرطة في التصدي للإرهاب الأسود ومثمنا شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة مما كان له الأثر في إفشال مخططهم الإرهابي والقضاء على 7 من تلك العناصر. ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة موجها كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شبابا يوجه كل من تسول له نفسه لاعتداء على هذا الوطن ومتمنيا لهم الشفاء العاجل. كانت وزارة الداخلية قد أعلنت مقتل 7 عناصر إرهابية وبحوزتهم أسلحة فضلا عن استشهاد ضابط وإصابة آخر وفردين من الشرطة، وذلك في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة وكر للإرهابيين. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن معلومات كانت قد وردت إلى قطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها مما أسفر عن مقتل 7 عناصر إرهابية بحوزاتهم مناطق آلية وقطع سلاح خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة. ولفتت إلى أن التعامل أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة. هذا وقد أمر نائب العام بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الذي وقع في حي الأميرية بمحافظة القاهرة. وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر على استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع. نعم، مجلس الوزراء شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي والذي استشهد جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة. كما نعى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وأعضاء المجلس بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي. كما نعت القوات المسلحة شهيد الواجب الذي استشهد أمس أثناء إحباط مخطط إرهابي استهدف أمن الوطن واستقراره. كما توجه مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام بخالص العزاء والمواساة لأسرة المقدم محمد الحوفي. كما نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهيد الوطن المقدم البطل محمد الحوفي.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصريين الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، لافتا إلى أن تلك الأعياد سيتبعها يوم شم النسيم، مشددا على أهمية استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية لمنع أي تجمعات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة عدد من الملفات ومستجدات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وكلف مدبولي المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأي حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ وأي أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذلك الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة وبأقصى درجات القوة. كما ناقش الاجتماع جهود التصدي لمخالفات البناء على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات، خاصة خلال المرحلة الحالية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نصر عبده مدير تحرير البوابة نيوز ومسؤول ملف مجلس الوزراء. مساء الخير. مساء الخير يا فندم عليك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني بداية، كيف تابعت القرارات التي خرج بها اجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر الفيديو كونفرنس والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء؟ في البداية يعني بنعزي أنفسنا وبنعزي مصر في الشهيد المقدم محمد الحوفي، شهيد الشرطة الذي ضحى بنفسه حتى نحيا نحن وتحيا مصر. زي ما حضرتك كنت بتقولي من شوية، النهاردة كان اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرنس، وده للمرة الثالثة نظرا لما تمر به البلاد من ظروف بسبب فيروس كورونا. في بداية الاجتماع طبعا وجه الدكتور مصطفى مدبولي تعازيه لأسرة المقدم محمد الحوفي ولكل أسر مصر في ابنها، شدد على أن الهجمات الإرهابية اللي شهدتها مصر أمس في منطقة الأمرية بتؤكد أن أهل الشر أو الجماعات الإرهابية لا تريد أن تترك مصر في حالها، لا تريد خيرا لمصر أبدا، ويشدد على المحافظين بضرورة التنسيق مع السادة مديري الأمن واليقظة التامة. وطبعا توجه برضو بالشكر إلى رجال الشرطة اللي هم استطاعوا القضاء على المخطط الإرهابي أمس أو القضاء على هذه الخلية الإرهابية. الاجتماع شهد عدة تنبيهات وعدة توجيهات. الاجتماع طبعا عقد بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. في البداية كلف ووجه وشدد الدكتور مصطفى مدبولي بالغلق الكامل ودون أي تهاون لأي حديقة عامة، لأي متنزه، لأي شاطئ، وشدد على المحافظات الساحلية أو على السادة المحافظين الموجودين على رأس أعمالهم في المحافظات الساحلية أن الشواطئ تغلق غلقا تاما، وقال للمحافظين بالحرف الواحد أنتم مسؤولون مسؤولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقال لهم أن حتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة ونريد تحقيق نتائج أفضل، وأن أنتم كمحافظين اللي هتحققوا تلك النتائج. أيضا شدد برضو رئيس مجلس الوزراء على المحافظين بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه خلال لقاءاته مع رئيس مجلس الوزراء بضرورة استغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة في تسليط الضوء بشكل كبير على أعمال التطهير والنظافة، ويوجه المحافظين إلى الحسم فيما يخص قرارات الإزالة في التعدي على أراضي الدولة أو على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستعرض مع المحافظين ما تم في هذا الملف، لأن طبعا في استغلال لفترة حظر التجوال، في استغلال لما تمر به مصر من ظروف
واحنا كل يعني بنقول برضو عبر البرنامج لكل المصريين يسمعونا ان كل مصري بيحب بلده ما ينفعش يستغل الظروف. صحيح، لازم يبقى يكون في مسؤوليه واحساس وضمير وطني، يعني المسؤوليه المجتمعيه، المسؤوليه الوطنيه، يعني حتى الوباء او الحرب الارهاب اللي يعني بنحارب مصر بتحارب فيها بقالنا زمن. احنا كده يعني احنا بنحارب أسوأ عدوين او على جبهتين، يعني الارهاب والوباء. طيب يعني حضرتك بقى انت بتستغل وتروح تبني بالليل، ما انا هاجي هدي لك الصبح. وبرضه الدولة لها يد، والدولة يعني في يقظة كاملة، وفي محافظات يعني قامت بعدد كبير او بازاله عدد كبير من المخالفات. صحيح، والمجتمعات بتبنى بيد المواطن، يعني مع يد الدوله. يعني انا بشكرك الاستاذ نصر عبده، مدير تحرير البوابه نيوز ومسؤول ملف مجلس الوزراء. شكرا جزيلا ووضحت الصوره. شكرا. وصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية على المواطنين مجانا. وقامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات بمواقف النقل الجماعي بمناطق العباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة وعدة مناطق أخرى. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسماء. وسائل النقل كلها، أنا اطمنت على السكن الحديد وعلى المترو، لكن كمان عايز اطمن على إن إحنا بمعدلات عالية كل وسائل النقل اللي بتستخدمها سواء للدولة أو للمواطنين يكون بيهتم فيها تطهير وتعقيم، وده دور الدولة والجيش. عبء كبير، لكن إحنا لازم نبذل هذا الجهد. الكمامات، الأمر لو محتاج إن احنا نوزع هذه الكمامات نوزعها من غير تكلفة خالص. استمرارا لجهود القوات المسلحة في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة المواطن المصري. واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في توفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانا، حيث قامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعي بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة، بالإضافة إلى صنم المجمع الجلاء حيث يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل يومي. يعني أنا شايفة القوات المسلحة في كل مكان، مش سايبة أي حد من مكانه اللي ما معتنية بيه ومحافظة عليه بصراحة. حاجة كويسة جدا طبعا، لأن الكمامات دي طبعا غالية والناس في ناس كتير ما تقدرش عليها، ودي حاجة كويسة انها تتوزع ببلاش ومجاني. يعني ما يبقى رئيس الجمهورية شاغل باله وكل همه الشعب يبقى ده يشكر، لأنه واحد من الشعب. طبعا في ناس كتيرة ما تقدرش ان هي على موضوع الكمامات ديت ان هو يجيبها كل يوم، فدي مبادرة جميلة جدا من السيد الرئيس ومن القوات المسلحة اللي قايمة بدورها على أكمل وجه. دور القوات المسلحة ده تاج على كل مصري يلبسه على دماغه، لأنه هي الدرع بتاعنا والسند بتاعنا، ونطلب من الله السميع العليم يعد الأزمة دي ويرفع الغمة عن الأمة ويحفظ ولادنا فهو خير الحافظين. وزعوا لنا الكمامات بدون مقابل مادي. الكمامة دي دلوقتي متاحة ان الجيش في كل مكان، في المترو، في المواصلات العامة بوزعها. وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين وتلقينهم لمدى أهميتها وطريقة استخدامها، وحثهم على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحي للمواطنين. وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن توزيع أعداد كبيرة من الماسكات الطبية في كافة الأماكن ذات التجمع الكثيف من المواطنين حفاظا على صحة وسلامة أبناء الشعب المصري. بصراحة اللي أنا شفته، أنا كنت فاكرة أنه كلام،
لكن بعد ما شفت بعيني أنا بأمانة في ذهول. الجيش ربنا يباركه، ربنا يخليه، إحنا في أمان، واللي بتعملوه معانا ما حدش عمله، ربنا يخليكم بجد. شعوري في منتهى السعادة إن الرئيس قلبه علينا وبيحبنا وعايز يحافظ علينا، عايز يحافظ على الدولة، وعايز يحافظ على الناس، عايز يحافظ على شعبه. بنطلع على العالم كله وأخبار العالم كلها ما شفناش راجل زي ده بيحب شعبه، بيحب بلده. في الأزمة اللي احنا فيها الاقتصادية الراجل ده حابب بلده، ده ابن مصر فعلا. يأتي ذلك في إطار تضافر كافة الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة لدعم باقي أجهزة الدولة المختلفة للتغلب على كافة التحديات والمصاعب التي تواجه الدولة في هذه المرحلة. في تصريحات خاصة لقناة النيل الدولية، أشاد جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالإجراءات الاحترازية المصرية لمواجهة فيروس كورونا. Very important message that also WHO stresses about. أشيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، حيث استطاع بفضل الإجراءات التي وجه بتنفيذها في مصر السيطرة على الموقف وكبح جماح هذا الخطر من الانتشار. ولقد كان لرؤيته الثاقبة أبلغ الأثر في درء المخاطر التي كانت ستهدد حياة المصريين. كما أشيد بجهود الحكومة المصرية التي اتخذت كافة التدابير الاحترازية اللازمة وفقا للمعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الأزمة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي أعلنت بدورها عن ثقتها في الإجراءات المتبعة. فالرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال عمله المتواصل استطاع خلال المرحلة الماضية إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي كان لها أبلغ الأثر في تدعيم المنظومة الصحية في مصر، خاصة مبادرة 100 مليون صحة. ولأول مرة أرى رئيسا يرعى شعبه، وأنا على تنسيق يومي ودائم مع وزيرة الصحة، وقد نجحنا معا، وهناك جسور من الثقة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة. فلقد دعمنا الحكومة المصرية منذ اليوم الأول لمجابهة هذا الوباء العالمي. وأؤكد هنا على دور القوات المسلحة الذي وضح جليا في جهودها التي قامت بها وما زالت لتطهير وتعقيم كافة الوزارات والجامعات والمدارس والشوارع على مستوى محافظات الجمهورية لدرء انتشار هذا الفيروس. تواصل مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية لليوم الثالث على التوالي صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا. في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، تستمر منافذ الهيئة البريدية في عملية الصرف للمواطنين المستفيدين من المنحة. البريد خد اجراءات احترازيه كتيره بالنسبه للعاملين وبالنسبه للعملاء حفاظا على سلامتهم. بالنسبه للعملاء احنا عملنا علامات استرشاديه بسلامات متباعده زي ما حضرتك شايف، نظمنا صاله دخول خارج المكتب، عملنا مواعيد لكل شريحه، مدينا مواعيد العمل لحد الساعه 5، ده طبعا سهل كتير قوي بالنسبه للعملاء. تم وضع عدد من الاجراءات للوقايه والتسهيل على المواطنين في منافذ الصرف لمنع التكدس. بصراحة ما فيش قلق يعني، وفي تطهير، في مسافات، في أمن، في نظام، في حاجات ممتازة. والله جاتني رسالة على التليفون إن أنا أجي هنا أقبض ال 500 جنيه بتاعت الرئيس، منحة الرئيس، ما كملتش 5 دقايق واتسهلت وهبطتهم وخدت الفيزا وتمام 100 100. تم تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقا لفئاتهم العمرية على مدار 4 أيام المخصصة للصرف، وذلك لتجنب ازدحام المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين. من خلال عمليات التنظيم والتطهير تستمر عمليات صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في أفرع الهيئة والمدارس المخصصة لذلك، مع توافر كافة الإجراءات الصحية لمنع ومحاربة انتشار فيروس كورونا. منذر أبو دوح، النيل. يقوم مرفق النقل العام بعمليات تعقيم وتطهير مستمرة لنحو 2500 حافلة تماشيا مع إجراءات الدولة لمجابهة فيروس كورونا. وتبدأ الهيئة في استقبال الجمهور من 6:30 صباحا وحتى 7:30 مساء تماشيا مع مواعيد حظر التجوال اليومية.
من هنا تنطلق تلك الحافلات لنحو 350 وجهة مختلفة في محافظات القاهرة الكبرى، منها 42 خطا يتسمون بالكثافة الركابية. لذا وضعت هيئة النقل العام خطة لتعقيم وتطهير هذا المرفق الحيوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا. الصبح بيجي من بدري جدا السواق والكمساري، بيتم قياس درجة الحرارة عند دخوله من الجراج. في حالة عدم وجود ارتفاع في درجة الحرارة واطمئنان ظاهري على عدم وجود مشاكل معهم، بيلبسوا الجوانتي المطاط والماسك الطبي، وبيركبوا السيارة هي سبق تعقيمها طوال الليل، ويبقوا جاهزين للخروج لاستقبال الركاب. احنا اول ما بنيجي هنا بنستلم الكمامات والجوانت عشان نجهز نطلع بالاتوبيس على المحطه الرئيسيه، ندخل من المحطه ونطلع نبدا خط سيرنا زي ما احنا ماشيين. اعمال التعقيم شملت جميع الجراجات والبالغه 22 جراجا، بالاضافه الى الورش وجميع الابواب والمقاعد والمقابض الخاصه بتلك السيارات. ببدا عمليه التعقيم بالمكن زي ما شايفين حضراتكم المختصين، ان هو يبدا بيعقم الاتوبيس من الخارج بالكامل، وتعقيم الاتوبيس من الداخل، من اول كرسي السائق لكراسي المستخدمه اللي بيستخدموها الركاب، لاماكن الوردمانات اللي هو بيمسك فيها الراكب، أماكن الوردمان اللي هو في الكرسي اللي بيمسك فيه راكب، كل ده بيتم تعقيمه جيد جدا بحيث خروج المركبة مؤمنة ومعقمة لاستخدامها لجمهور الركاب. أنا لو لقيت كثافة في الركاب بزيادة، يعني أصلا باخد عدد كراسي وبقفل الباب وخلص على كده. لقيت ركاب بزيادة بتصل بمدير الحركة بتاعنا، بيبعت عربيات بزيادة على أساس بناخد عدد ركاب الأتوبيس بس. ويعمل نحو 2500 حافلة هي طاقة مرفق النقل العام من الساعة 6:30 صباحا وحتى الساعة 7:30 مساء، وذلك وفقا وتماشيا مع مواعيد الحظر. لطالما يشهد مرفق النقل العام كثافة ركابية عالية، وضع القائمون على هذا المرفق الحيوي خطة لتطهير وتعقيم تلك الحافلات بما يضمن سلامة وصحة المترددين عليه خلال ساعات النهار. من جراج بورسعيد بالقاهرة، أشرف مبارك، النيل. أشاد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بجهود المحافظات فيما يخص حملات إزالة التعديات خلال 24 ساعة الأخيرة، وطلب شعراوي المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة خلال فترات الحظر، والتعامل بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات خلال 24 ساعة الأخيرة فيما يخص حملات إزالة التعديات. وأفاد التقرير عن إزالة 86 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة، ليصل إجمالي الإزالات إلى 1236 حالة، واسترداد حوالي 192 ألف متر مربع، ليصل الإجمالي إلى 2,192 ألف متر مربع، وإزالة 125 حالة تعدي بالزراعة على أراضي الدولة، ليصل إجمالي الإزالات إلى 176 حالة إزالة على مساحة 693 فدان، ليصل إجمالي ما تم استرداده حوالي 1,450 من أملاك الدولة بالمحافظات.
أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم التوصل إلى 3 لقاحات لفيروس كورونا المستجد وبدء الاختبارات السريرية عليهم. وشدد مدير المنظمة في مؤتمر صحفي اليوم على ضرورة اتحاد دول العالم لمواجهة الفيروس، معربا عن أسفه لقرار الرئيس دونالد ترامب بوقف التمويل الأمريكي للمنظمة، محذرا من تداعيات الانقسام الدولي في مواجهة الفيروس، مضيفا أن المنظمة أطلقت توجيهات جديدة للعاملين في مجال الصحة. أعلن وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة 20 موافقتهم على تعليق مؤقت لخدمة الدين للدول الأشد فقرا، وذلك في إطار مساعدة هذه الدول على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن دول مجموعة 20 ضخت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لحماية الوظائف والشركات والاقتصادات. وأوضح ممثلو مجموعة 20 بعد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس أنه تم التوافق على جدول زمني مشترك يتضمن أبرز مزايا هذه المبادرة، وأن جميع المانحين الرسميين سيشاركون في هذه المبادرة، مطالبا الجهات المانحة الخاصة على المشاركة بدورها في المبادرة. أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 493 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة، مشددا على أهمية الاستمرار بممارسة التباعد الاجتماعي. وأوضحت أن 70% إلى 80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة. أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1988 حالة، وتسجيل حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 127 حالة. وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة عن 50 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1405 حالات. وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي الخليل ورام الله. يأتي هذا بينما أعلنت الأردن تسجيل إصابة 3 أشخاص بالفيروس، بينما سجلت سلطنة عمان 97 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 910 حالات و4 وفيات وحالة واحدة جديدة. يواصل فيروس كورونا الانتشار وحصد الأرواح على الرغم من الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الدول حول العالم. وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 2 مليون حالة، بينما بلغ عدد الوفيات إلى نحو 128,000 حالة. وجاءت الحصيلة الأكبر في الولايات المتحدة من 20,059 وفاة، كما اقتربت عدد المتعافين المسجلين حول العالم من 500,000 شخص. تجاوز عدد الذين شخصت إصابتهم رسميا بفيروس كورونا المستجد 1,000,000 شخص في أوروبا، أي أكثر بقليل من نصف الإصابات في العالم. وبتسجيل 1,003,284 إصابة، بينها 84,000 وفاة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كورونا. إحصائيات عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم حتى الساعة تؤكد أنها تجاوزت 2,000,000، واستحوذت أوروبا على نصف تلك الأرقام. ففي أسبانيا ارتفع عدد المصابين إلى 177,000 حالة، وبعد أن كانت إسبانيا تتسابق مع إيطاليا في تصدر الترتيب الأول لعدد الإصابات والقتلى يوميا جراء الفيروس، أعلنت وزارة الصحة فيها تراجع عدد حالات الوفاة إلى 523 حالة، مقارنة مع 567 في اليوم السابق، ليتجاوز الإجمالي 18,000 حالة. ورغم ذلك، فإن أفراد الشرطة في محطة قطارات أسبانيا يتسابقون في توزيع أغطية الوجه والقفازات على مستقل تلك القطارات للمساهمة في تقليل فرص الإصابة بالفيروس. أما في إيطاليا، فإن عدد الوفيات تجاوز 21,000، وسجل عدد المصابين 162,000 إصابة،
وفي بريطانيا التي تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة تجاوز عدد الإصابات 93,000 فيما تخطت الوفيات 12,000 حالة. وفي فرنسا سجلت أكثر من 130,000 حالة إصابة وتجاوز عدد الوفيات 15,000 حالة وفاة. أعادت المدارس في الدنمارك فتح أبوابها بحظر بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت عن إعادة فتح المدارس في مطلع أبريل شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، لكن هذا القرار لقى اعتراضا لدى الكثير من أهالي التلاميذ القلقين على صحة أولادهم. وسجلت الدنمارك 6,700 إصابة منذ بدء انتشار الوباء مع 299 حالة وفاة مرتبطة بالوباء. سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,200 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع العدد إلى أكثر من 26,000، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بسوء الإدارة المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا. يواصل فيروس كورونا المستجد اجتياح الولايات المتحدة ليتسبب في مقتل المزيد من الأرواح ويهدد الآلاف من المصابين. فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,300 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم، لتتجاوز بذلك الحصيلة 28,000 وفاة. وفي اجتماع مع بعض المتعافين الأمريكيين من فيروس كورونا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسير بشكل جيد في خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا، معربا عن ثقته في أن بلاده ستفوز في تلك المواجهة. الرئيس الأمريكي أعلن أنه أمر إدارته بأن تعلق دفع المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بسوء إدارة المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا، معتبرا أنها ارتكبت أخطاء كثيرة في أزمة تفشي الفيروس، وأنها تبالغ في تقربها من الصين، حيث إن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم على الإطلاق في تمويل منظمة الصحة العالمية، وقد دفعت لها العام الماضي 400 مليون دولار. من جانبه انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة قرار ترامب خفض تمويل عمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس ومنخرطة في المعركة ضد وباء كوفيد-19. كما أكد غوتيريش أن منظمة الصحة العالمية تتصدى للوباء في الخطوط الأمامية وتقدم الدعم للدول الأعضاء ومجتمعاتها، خصوصا الأكثر ضعفا من بينها، بالإرشادات والتدريب والمعدات والخدمات الملموسة المنقذة للأرواح. يأتي ذلك في حين ندد حاكم ولاية نيويورك بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها إنه يملك سلطة الأمر بتخفيف إجراءات العزل في الولايات، وقال إن هذا يتعارض مع نص القانون والدستور، حيث إن النظام الفيدرالي يمنح حكام الولايات الـ50 سلطة اتخاذ تدابير الإغلاق الإلزامي أو رفعه. يذكر أن الفيروس أصاب نحو 2,000,000 شخص على مستوى العالم، وأودى بحياة أكثر من 114,000 في أسوأ تفش منذ نحو 100 عام، وانتقلت بؤرة المرض من الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر، إلى الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن أكبر عدد وفيات. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الأستاذ عماد عبد الهادي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عماد مساء الخير. بداية، يعني ماذا يقصد ترامب بسوء الإدارة والتي على أثرها علق المساهمة المالية لمنظمة الصحة العالمية؟ من ناحية لا يمكن أن يقوم ترامب في توجيه اللوم لمنظمة الصحة العالمية بصرف النظر عن ما كان صائبا أم لا، ودون أن يتخذ قرارا ضد هذه المنظمة. المنظمة متهمة، أو على الأقل هناك شبهات اتهام حولها، أنها تغاضت عن محاولات الصين للتغطية على بدء انتشار الفيروس،
بل إنها مضت لأكثر من ذلك لأبعد من ذلك، وأثنت عليها كثيرا في محاولاتها وأسلوبها في التعامل مع هذا الفيروس. الصين اليوم متهمة بأدلة قد تكون كافية، لأنها بالفعل تباطأت كثيرا في التصدي للفيروس، وتباطأت في إبلاغ منظمة الصحة العالمية وفي إبلاغ الدول الأخرى أيضا. طيب أستاذ عماد، يعني هل من المفترض أن يكون الخلاف ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية جزء من إدارة هذه الأزمة، وخاصة ونحن في أزمة حقيقية يشهدها العالم كله؟ هذا ما يحتج عليه كثيرون، ولكن الرئيس ترامب لديه أسباب داخلية في سنة انتخابات لأن يلقي باللوم على آخرين، ومن بينهم الصين ومنظمة الصحة العالمية، لأنه هو نفسه متهم داخليا بأنه تباطأ في التصدي لهذا الفيروس، بل إنه استهان به كثيرا، بل إن هناك تقارير أنه تم إبلاغه بفترة كافية قبل بداية العام عن طريق وكالات الاستخبارات، وأيضا أبلغ الكونغرس، ولكنه لم يتخذ الخطوات اللازمة واستهان بحجم الفيروس. طب في رأيك يعني هل استطاع ترامب التعامل مع الأزمة بشكل مسؤول من البداية؟ يعني عايز رأي حضرتك. لا، للأسف الشديد، لأنه هو في أول تصريحاته قال أن المسألة ليست بهذه الخطورة، وأننا لم أن الفيروس لن يصل للولايات المتحدة، رغم أنه كانت هناك تحذيرات وأيضا أدلة دامغة وواضحة أن الصين أن الفيروس ينتشر في الصين على نحو كبير جدا. وبالمناسبة هذا الخطأ ارتكبته دول أوروبية أيضا، أنها لم تلتفت بالقدر الكافي المبكر لمواجهة هذا الفيروس، ودفعت الثمن غاليا. ترامب لديه سنة انتخابات ولديه خصوم سياسيين ديمقراطيين، ولن يرحموه طالما في الأشهر القادمة، طالما استمر الفيروس يحصد أرواح الأمريكيين. وحتى الآن هناك فارق كبير بين ما يصرح به وبين ما هو موجود على أرض الواقع فيما يتعلق بتوفر الأدوات الطبية والأقنعة وغيرها. تمام، بشكرك، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن الأستاذ عماد عبد الهادي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. متواصلون مع حضراتكم ومعنا بعد قليل. السلطات الألمانية تحبط مخططات لتنفيذ اعتداءات باسم تنظيم داعش الإرهابي. والآن أخبار الاقتصاد مع الزميلة ياسمين الأفاص. ياسمين، شكرا لك سحر، ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية تتابعونا فيها ولكن بعد قليل. بدء موسم توريد القمح المصري لوزارة التموين وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. بدا 450 موقع يتنوع بين صوامع وشؤون مطوره في استقبال الاقمح المورده من المزارعين في اليوم الاول لموسم توريد القمح والذي يستمر حتى منتصف يوليو القادم. تتم عمليه تسلم الاقمح من المزارعين وسط اجراءات احترازيه لمواجهه فيروس كورونا. التفاصيل في هذا التقرير. توريد القمح وبدأت معه أخذ العينات للتسعيرة، ففي أكثر من 450 موقع أعدت خصيصا للتوريد هذا العام، بدأ الأمر على تلك الشكلة وسط إجراءات احترازية أعدت لذلك. طبقا للتعليمات بيتم تعقيم السيارة أثناء دخولها بمحلول مطهر موصى به من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية برشاشة زهرية أو ماتورة أو أحد الوسائل التعقيم. بيتم تعقيم السيارة من الجانبين وعلى حوائط السيارة والكاوتش بتاع السيارة، وبيتم تعقيم المورد نفسه وسائق السيارة قبل دخولها والخضوع لعملية الفرز والتحكيم. التصنيف وبحسب القائمين عليها يأتي طبقا لجودة القمح المورد إلى أماكن التوريد، فدرجة النقاوة التي تصل إلى 23.5 للقمح تورد ب 700 جنيه للإردب. استلم القمح من يوم 15/4 لحد 15/6/7 إن شاء الله بنستلمه، طبعا الإيراد بتاعه 23 23.5 22 وحسب النظافة بتاعته. 23.700 23
22 685 22.5 670. وعليها فإن المكسب في النهاية يأتي لصالح المزارع بعد أن رفعت الدولة له سعر التوريد هذا العام وزيادة إنتاجية الفدان من القمح الأكثر من 20%. السعر حلو ومجازي معانا ب 700 جنيه الأرداب حلو. لما يكون الفدان يجيب له 18 أرداب بيديني طبعا جودة حلوة، الأرداب 700 جنيه حلو مش وحش بالنسبة للفلاح كفلاح. وكالعادة فإن شركة الصوامع التابعة للتموين قد استعدت جيدا لهذا الموسم بعد أن زادت الطاقة التخزينية للقمح الأكثر من الملايين الثلاثة والنصف. الطاقة التخزينية في الألوبية في حدود 182 ألف طن موزعة على الصوامع والشون والبناكر، أكبرهم في الصوامع اللي احنا فيها دلوقتي هتستلم 55 ألف طن إن شاء الله، هي طاقتها الإنتاجية 60 ألف. وبحسب القائمين على الأمر فإن المتوقع هو توريد 4 ملايين طن من القمح إلى الصوامع هذا العام. بتلك الإجراءات تكون الدولة قد أصابت هدفين بطلقة واحدة، الأولى هي الحفاظ على صحة المواطن والثانية هي السير في إجراءات توريد القمح دون أي عوائق. رمضان الشحاتة، النيل. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لعرض الخطوات التي تتم بهدف ربط كارت الفلاح بخدمة ميزة لسداد جميع المدفوعات والإجراءات التي تتخذ في سبيل ذلك. أكد رئيس الوزراء أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بسرعة إنجاز هذه المنظومة وتوفير ضمانات نجاحها بهدف التيسير على المزارعين. وجه مدبولي بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات بما يدعم خطوات التحول الرقمي في شريحة المزارعين وإدماجهم في القطاع الرسمي. أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعات تطوير السكك الحديدية مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين. جاء ذلك خلال اجتماع وزير النقل مع الشركات المنفذة لمشروع تطوير مزلقنات السكك الحديدية، حيث أكد على أن مشروع المزلقنات يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة. شدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بجميع المشروعات تتصدر أولويات وزارة النقل. تفقد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ومناطق الحرة عددا من المصانع والشركات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، وذلك للوقوف على حالة العمل والإنتاج بهذه الكيانات ومتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها. أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يومي الأحد والاثنين المقبلين 19 و20 أبريل الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد القيامة وأيضا بشم النسيم. ذكر البنك المركزي المصري أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل الجاري. كما أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بالبورصة يومي الأحد والاثنين المقبلين على أن تستأنف نشاطها الثلاثاء. وإلى سوق المال المصرية والتي أنهت تعاملاتها متباينة مع ميل الارتفاع في ظل اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء والأجانب والعرب نحو البيع. تقلص رأس مال السوق لأسهم الشركات المقيدة في البورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليصل إلى 558.3 مليار جنيه، وذلك بعد تداولات كلية بقرابة 3.3 مليار جنيه نحو 970 مليون جنيه منها في سوق الأسهم. وصلنا إلى نهاية وقفتنا الاقتصادية والآن عودة مرة أخرى إلى زميلتي سحر صبري. إليك سحر. شكرا ياسمين. أحبطت السلطات الألمانية مخططات لاعتداءات ضد منشآت عسكرية أمريكية في البلاد، وقالت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية إنه تم توقيف 5 طاجكستانيين يشتبه في أنهم كانوا يعدون لتنفيذ هجمات قاتلة باسم تنظيم داعش. وأضافت النيابة الألمانية أن المشتبه بهم كانوا على اتصال مع قياديين في داعش في سوريا وأفغانستان، أعطوهم توجيهات وقاموا بعملية رصد لمنشآت السلاح الجوي الأمريكي في ألمانيا. ويشار لأن السلطات الألمانية أحبطت 9 مخططات لاعتداءات من هذا النوع منذ ديسمبر 2016 وفق أرقام المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية. بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية التوجه إلى مراكز الاقتراع اليوم
لانتخاب أعضاء البرلمان وسط إرشادات صارمة بشأن السلامة في أول انتخابات تجريها البلاد منذ ظهور وباء فيروس كورونا. وسيتحتم على الناخبين ارتداء أقنعة طبية، وسيخضع كل ناخب لقياس درجة حرارته لدى وصوله إلى مركز الاقتراع. وإذا تبين أن درجة حرارته أعلى من 37 درجة مئوية سيتم اصطحابه إلى حجرة خاصة للإدلاء بصوته. كما يجب على جميع الناخبين استخدام معقم لليدين وقفازات بلاستيكية عند الإدلاء بأصواتهم والحفاظ على مسافة متر بينهم. وسجلت كوريا الجنوبية حتى الآن أكثر من 10,000 إصابة بفيروس كورونا. تناول الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا خلال لقائهما لمستجدات الأوضاع على الساحة السورية والتبعات الخطيرة لاحتمال انتشار وباء كورونا في المناطق الأكثر هشاشة بين اللاجئين والنازحين. وأكد مصدر بالأمانة العامة للجامعة العربية على أهمية تثبيت الهدنة الحالية التي تم التوصل إليها بين الجانبين الروسي والتركي حتى يتمكن السكان من مواجهة خطر كورونا. كما نقل المصدر تصريح أبو الغيط أن الوضع في سوريا يتطلب التفات من العالم، حيث يعيش ملايين النازحين واللاجئين في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الصحة العامة، وقد يشكل ذلك كارثة محققة إذا انتشر الوباء بينهما. الآن متابعة لأخبار الرياضة مع الزميلة ياسمين الأطاس. ياسمين تفضل. شكرا لك سحر. وختاما نذكر بالعناوين. الرئيس السيسي يشيد ببسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب ويعرب عن خالص تعازيه في استشهاد المقدم محمد الحوثي. مدبولي يشدد على ضرورة الاستمرار في إجراءات مواجهة فيروس كورونا ويكلف المحافظين بالغلق الكامل للحدائق العامة والشواطئ وأماكن التجمعات. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لأكثر من 2,000,000 إصابة والوفيات تتجاوز 128,000. ختام النشرة، إلى اللقاء.